تيم اهلا بيك معانا في فيركش، مبروك المسلسل كسر الدنيا. عايزك بقى تكلمنا عن شخصيتك الحلوه قوي اللي انت قدمتها في مسلسل اغراء قديم. انا شخصيتي كريم، مفروض ان في مشاكل ما بين بابا ومامته، ومامته وبابا منفصلين عن بعض، وانا بحب شخصيه اسمها ساحس، بحبه جدا، وهو بيوديني النادي وانا هو يعني بحب بعض. شفناك في المسلسل حافظ المشاهد كده وبتمثل كانك بتمثل من زمان، كانك كبير مش صغير. مين اللي بيذاكر لك ومين اللي بيحفظك؟ مامي وبابي. ما بتخافش من اللوكيشن؟ ما بتخافش من الكاميرات؟ لا، لان انا اصلا مثلت حاجات كتير. اكتر حد كنت بتحبه في اللوكيشن بجد بقى بره الشخصيات كان مين؟ مين اللي كان بيهزر معاك؟ مين اللي كان بيلعب معاك؟ كان اونكل شريف منير وانكل صلاح عبد الله. أنجل شريف اداني نصيحة، قال لي ان انا قبل ما اخش المشهد بدقيقتين اتقمص الشخصية عشان اعرف اجسد الشخصية كويس للناس. وأنجل صلاح عبد الله قال لي ان انا ممثل شاطر ولما اكبر هيبقى ليا مستقبل كتير كبير، لان انا عارف اوفق ما بين مذاكرتي والتمثيل والسباحة بتاعتي. لا، ممثل مش مصاحب بنات حتى بعد ما امثل. مش حد بيكرش عليك بقى في المدرسة بعد ما امثل؟ مين اكتر حد من اصحابك في المدرسه بيفرح لك لما بتعمل حاجه حلوه ونفسه ان هو يمثل معاك وكده؟ عبد الله. بيفرح لك لما بتعمل حاجه حلوه؟ ومين اكتر حد بتحس ان هو يعني مثلا بيتضايق ان انت بتمثل؟ لا، فيش حد. بيتصوروا معاك بقى لما بتعمل حاجه حلوه؟ مدرسين برضو. نفسك تحقق ايه لما تكبر؟ نفسي ابقى ممثل. عايز تبقى ولا دكتور ولا ظابط ولا اي حاجه؟ هو ممثل. وتارجت ممثل، يعني نفسك تدخل معاه السينما. مين اكتر من الممثلين اللي انت بتحبهم ونفسك تشتغل معاهم الفتره اللي جايه؟ احمد عز. اشمعنى احمد عز؟ لان انا بحبه وبحب اتفرج عليه وبحس ان انا زيه. مين اكتر ممثل ممكن بيضحكك جامد قوي؟ بيومي فؤاد. واكتر ممثله بتحب تتفرج عليها؟ نيلي كريم. هتقدم لنا ايه بقى الفتره اللي جايه؟ لسه في حاجات بس لسه ما تمش التعاقد عليها. لسه في حاجات حلوه.